احنا كان معانا بعض الصور، واتمنى من المدارس والجامعات والنوادي بحظر دخول اي شاب يلبس هذه الملابس. احنا معانا صور بتاعت ملابس ال هو 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 ده شبابنا، هي دي القيم والاخلاق بتاعتنا، هو دي مبادئ الشعب المصري اللي احنا نبقى ماشيين لابسين ملابس مقطعه، نص جسم النساء باين، حتى شباب بدا النهارده يعني يتباهى، نلاقي بعض الممثلين والشباب ماشيين ببناطيل متقطعه ونص جسمهم ظاهر. ايه الجمال في ده؟ ايه الجمال في ده؟ ما هو كل موضة معانا، مش كل شيء ناخده ونعممه. أنا بطالب النهاردة يبقى فيه وزير الشباب والرياضة، يبقى فيه خطاب للنوادي تمنع أي شاب. أتمنى وزير التعليم العالي فيه خطاب للجامعات بإمناع أي شاب أو شابة يخشوا باللبس بالطريقة دي. أتمنى من وزير التعليم طارق شوقي تعليمات للمدارس بعدم دخول هذه الملابس لما الشاب ولا الأسرة تجيب تشتري حاجة زي كده وهي مش هتستخدمها، هتبقى حرام عليها انها تدفع فلوس فيها. احنا لازم، هو في رب اسرة يحترم نفسه؟ يعني شايفين المنظر؟ ايه المنظر؟ يعني هو ده، هي دي الموضة؟ الله ينعلها موضة، حقيقة الله ينعلها موضة. يعني في رب اسرة ممكن يقبل على بنته انها تنزل بالمنظر ده؟ هي النخوة والرجولة اتعدمت من الناس خلاص؟ دي احنا شعب مصر يعني نتميز بابو النخوه والرجوله. دي احنا اللي صدرنا الرجوله للدول العربيه وباقي الدول العالم. احنا الحضاره بدات من عندنا. احنا نطلع فاصل ونستقبل ان شاء الله فقراتنا الفنيه، وكل سنه وانتم طيبين.